يومياً لإسكان ما يقرب من 37,000 لاجئ. محمد القباني، BBC. للنقاش ينضم إلينا من لندن الأستاذ صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ صباح. ومن لندن أيضا السيد مايكل بينيون، كبير محرري صحيفة التايمز البريطانية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مايكل. ومنك أبدأ أستاذ مايكل، انتقدت وزيرة داخلية بريطانيا لأنه قيل أنها استخدمت لغة تحريضية ضد المهاجرين. الآن الداخلية البريطانية تتحدث عن شغب أو تمرد في مراكز الإيواء للمهاجرين البريطانيين. هل يمكن مضاهاة هذه التصريحات للداخلية البريطانية بتصريحات الوزيرة؟ Well, the new Home Secretary, Suella Braverman, has been just as outspoken as Priti Patel was when she was Home Secretary. كما نعلم، سويلا برافمان كما وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل جاهرت علنا بمعارضتها للهجرة وحركة الهجرة إلى بريطانيا. سويلا برافمان قالت في البرلمان أو شبهت الأمر بأنه أشبه بغزو، وهذه اللغة اعتبرت مهينة للغاية بالنسبة للمهاجرين. ولكن من الواضح أن أعدادا كبيرة من المهاجرين هم من ألبانيا، حيث شهدنا زيادة في أعداد الوافدين الألبان، وهو ما يطرح تحديات للسلطات المحلية وفي فرنسا أيضا، حيث أن معظمهم يتم إيواؤه هناك. أستاذ صباح، تصريحات وزيرة الداخلية شملت كذلك العديد من النقاط التي أظن أنها مهمة، من بينها مثلا أنه لن يمكن إعادة المهاجرين القادمين أو اللاجئين القادمين بالأحرى من إيران ولا من أفغانستان. هل تتغير سياسة بريطانيا من وجهة نظر حضرتك ومن القضايا التي تنظرها إزاء مهاجرين بعينهم؟ أعتقد أن المشكلة ليست فقط في وزيرة الداخلية. أمس خرجت علينا وزيرة أخرى، وزيرة المهارات أندريا جينكنز، والتي أيدت فكرة أن هناك غزو، أي بعبارة أخرى تشبيه عدد قليل من الزوارق تصل إلى إنجلترا بالغزو الروسي إلى أوكرانيا، كلاهما يعتبر غزوا. هذا كلام لا يصدر عن حكومات، قد يكون للصحافة وقد يكون لبعض الأشخاص آراء رأي من هذا الشكل، ولكن حينما تكون المسؤولية، وهنا أتحدث عن وزيرتين في هذه الحكومة، هذا يدل على أن هناك عملية تحريض. كما أشير إلى أنه هذه استعمال لغة فاشية. نقابة المحامين اعترضت على ما قيل حينما اتهمت الوزيرة أندريا جينكنز المحامين بأنهم مناهضين لبريطانيا. المحامين ليس لديهم دور سياسي، يقومون بتطبيق القانون. بريطانيا دولة مهمة في العالم، الجميع يريد العيش هنا، ولكن هناك حدود. حينما تكون هناك تجاوزات يجب معالجتها. المشكلة هي ليست فقط في السياسة، وإنما في الإجراءات التي تتوفر لوزارة الداخلية والتي تقوم الحكومة بوضعها، سواء كان من ناحية التمويل، من ناحية سرعة معاملة اللاجئين أو الطالبين الدخول، أن تكون هناك إمكانيات لتحويلهم إلى أماكن سكن. الحديث عن وزيرة الداخلية تتحدث عن كم مليون دولار باليوم الكلفة، هذه بالنسبة إلى بريطانيا لا تعتبر مبالغ كبيرة حينما تكون هناك أعداد هائلة من اللاجئين. لا أظن أن هناك تغيرا في السياسة البريطانية ما لم تكون الحكومة قد اتخذت هذه الخطوة. ما رأي حضرتك في ذلك أستاذ مايكل بينيون، خصوصا أنه هناك عناصر لا يمكن إغفالها في أي حرج قد يتسبب به هذا الموضوع لريتشي سوناك، خصوصا أنه رئيس الوزراء الأول من أصول عرقية مختلفة، لا يجب إغفال هذا الأمر. هل يعني ذلك سياسة أكثر تشددا لإثبات أن هذه الحكومة تحافظ على التقاليد ربما، أو على ديموغرافية البلاد، ديموغرافية بريطانيا؟ Well, I think migration has been a problem for several governments, not just. أعتقد أن الهجرة كانت مشكلة بالنسبة لعدة حكومات، لا حكومات حزب المحافظين وحسب، وذلك لأن الهجرة باتت تخرج عن السيطرة، وتحديدا الهجرة غير الشرعية. بريطانيا بحاجة إلى هذه الهجرة الشرعية، والناس أو الرأي العام يخلط عادة بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية. لا نحتاج إلى مهاجرين
يؤتى بهم إلى المملكة المتحدة خدمة لقطاع المخدرات أو الجريمة من قبل العصابات المسلحة، ولكن نحن بحاجة إلى هجرة اليد العاملة من ذوي أصحاب المهارات والكفاءات. سويلا برافمان وبريتي باتال كلاهما أبناء مهاجرين من أصول هندية وجاءوا من أفريقيا الشرقية أو من شرق أفريقيا، وقد اتخذتا موقفا حازما في وجه الهجرة غير الشرعية. أعتقد ريشي سونك سوف يتخذ الموقف نفسه، فهذا ما يريده معظم البريطانيين. المسألة هي كيف نتعامل مع هذه مع هذا التحدي. لابد من التنسيق بشكل أكثر بأكبر مع فرنسا ومحاولة تقويض عمل العصابات، وألا نكتفي بالتعامل مع الناس لدى وصولهم إلى المملكة المتحدة، فهذا لن يوقف أعداد وجحافل الناس القادمة. هل هذا صحيح أستاذ صباح؟ يعني ما نراه نحن في الصحافة هو أنه معظم المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى أوروبا وإلى بريطانيا وإلى الدول حتى دول المعابر على قوارب موت بصراحة. فهل هناك صدى لما ذكره متفضلا أستاذ مايكل بينيون عن أنه هناك من يجلب إلى المملكة المتحدة فقط لإزكاء تجارة المخدرات أو الجريمة بشكل عام؟ أظن أن هذا فيه إطلاق أكثر مما يجب. نعم، هناك بالتأكيد عصابات الجريمة المنظمة وعصابات التجار بالبشر، لا شك هذه موجودة، ولا شك أن عدد من المهاجرين الذين يصلون يقعون ضمن هذه، ولكن غالبية العظمى، وهذه ما تدل عليه أرقام وزارة الداخلية، منحوا لجوءا لأنهم بحاجة إليه. بريطانيا لديها التزام قانوني وفق أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بحق اللجوء للأشخاص الذين تتعرض حياتهم إلى الخطر. نعم، بالنسبة للمهاجرين الذين يأتون وفق موضوع الجريمة المنظمة وغير ذلك يجب معالجة الأمر، ولكن كما ذكر ضيفك الأمر لا يبدأ حينما يصلون، يجب أن تكون هناك خطوات مسبقة بالتعاون بين بريطانيا وفرنسا. أنا أعلم أننا خرجنا من أوروبا، ولكن هناك إمكانية التعاون مع فرنسا ومع الدول الأوروبية في هذا الشأن، ويجب على وزارة الخارجية والداخلية أن تتولى هذا الأمر، لأن هذه مأساة إنسانية. نحن لا نتحدث عن سياسة ولا نتحدث عن تجارة. من غير المعقول أن يعاني شخص، سواء كان طفل أو امرأة أو شخص ضعيف كبير السن أو غير ذلك، يعاني معاناة التي رأيناها بالتقرير الذي قدم، سواء كان تعلق بالتعامل أو بالطعام أو بالإسكان أو غير ذلك. هذا لا يليق بدولة بوزن بريطانيا. بريطانيا دولة تحترم القانون الدولي وتحترم القوانين الداخلية البريطانية وتحمي حقوق الإنسان. الظروف التي شاهدناها أستاذ مايكل بينيون ليس فقط على بي بي سي في الواقع، ولكن وسائل إعلام كثيرة تحدثت عنها، والشهادات التي قالت أنه بعض مراكز المهاجرين تشبه حدائق الحيوان، المعيشة فيها غير إنسانية. لماذا يحدث ذلك؟ من وجهة نظر البعض قد يرى أنه هناك إزكاء لهذه النزعة التي تعامل المهاجرين سواء شرعيين أو غير شرعيين بعدوانية، بعدائية، لأن الحكومات أصبحت أكثر تتجه نحو اليمين. Yes, I'm afraid it is part of the right-wing agenda and extremist. نعم، للأسف هذا جزء من أجندة الأحزاب اليمينية، والضيف محق فيما تفضل به فيما يخص الحاجة إلى القبول باللاجئين الذين لديهم ظروف مأساوية، ولا بد من التنسيق بشكل أكبر مع فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي. فالأمر لا يقتصر، أو هذه المعاناة لا تقتصر على المملكة المتحدة وحسب. الناس أو حتى باقي الدول الأوروبية عرضة لموجات الهجرة الشرعية وغير الشرعية. هذه نعلم أيضا أن الشخص الذي رمى بأجهزة حارقة استهدفت أحد مراكز الإيواء في دوفر، هذه الأحداث برأيي سوف تؤدي إلى عدم رضا بأن الحكومة لا تبذل ما يكفي من الجهود. السؤال هو ما الذي بوسعنا أن نفعله بشكل إضافي؟ طبعا لو كان الحل سهلا لاتخذ قبل فترة طويلة. لا ينبغي أن نقتصر في حلولنا على الحلول السحرية كأن نرسل الجميع إلى رواندا مثلا، فهذه
حلول غير عملية ولا يمكن تطبيقها تطبيقا فعليا. على ذكر ذلك أستاذ صباح، هل حضرتك تعاملت مع أي من القضايا التي قالت فيها الأمم المتحدة حينما بدأت الخطة لإرسال المهاجرين إلى رواندا بأنها انتهاك للقانون الدولي؟ هل حضرتك تعاملت مع أي من هذه القضايا؟ ماذا يمكنك أن تخبرنا عن قضايا تتعلق بمراكز الإيواء أو البت في قضايا المهاجرين بهذا الشكل؟ مع الأسف لم أتعامل مع أي من القضايا، ولكن الأمر واضح. القانون الدولي فيما يتعلق بحق اللجوء أن كل شخص تتعرض حياته إلى خطر ويصل إلى بلد آمن، هناك التزام دولي على ذلك البلد الآمن أن يعطيه الحماية، لا أن ينقله إلى دولة أخرى. بريطانيا توصلت إلى اتفاقية اقتصادية مع رواندا تريد إرسال الناس إلى رواندا. هؤلاء الناس جاءوا من دول أفضل من رواندا، ولكنهم لم يستطيعوا العيش هناك لأن الحياة ظروف في تلك الدول، أما سياسيا وأما اقتصاديا وأما اجتماعيا أو غيرها من العوامل، لم تسمح لهم بالعيش. تصور الآن أنه أن يؤخذ أشخاص جاءوا من بلد من العالم الثالث، جاءوا إلى بريطانيا، ثم تقوم وزيرة الداخلية التي ترى أن هذا حلمها، أنها ترى هؤلاء الأشخاص يبعدون إلى رواندا. هذا كلام لا يتناسب لا مع مركز بريطانيا في العالم ولا مع أحكام القانون الدولي، وبالمناسبة يتعارض حتى مع أحكام القانون الإنجليزي. لذلك توقفت هذه العملية، المحاكم لم ترى سببا مبررا بالرغم من صعوبة التي تواجه الحكومة، لكن لا يجوز التعامل مع القوانين ومع البشر بهذه الطريقة لتحقيق أغراض سياسية مهما كانت تلك الأغراض تحظى بتأييد من الناس أو من النواب أو من جهات أخرى. الفكرة هي هل ستحظى فعلا بهذا التأييد أستاذ مايكل بينيون؟ هذه الحكومة بحاجة لا تزال إلى شرعنة نفسها من خلال إما استفتاء أو تصويت أو حتى انتخابات قادمة لتبقى الحكومة داخل حزب المحافظين، ونعلم التحديات التي تواجه الحزب حاليا بهذا الإطار. هل ترتفع إذن أزمة المهاجرين من وجهة نظر حضرتك على سلم أولويات الناخب البريطاني أمام أي حكومة قادمة، سواء محافظة أو من حكومة الظل في العمال أو غيرهم؟ هناك تحديات أخرى تواجهها الحكومة. كلا، لا أعتقد أن هذه هي المسألة الوحيدة التي سوف يركز عليها الناس، ولكنها من إحدى القضايا البارزة التي تسترعي اهتمام الناس. من الأمور التي يمكن أن يتخذها أو تتخذها الحكومة بسرعة تحديدا فيما يخص الوافدين من ألبانيا، وسيما أننا شهدنا زيادة كبيرة في أعدادهم، تحديدا الرجال الألبان الذين يسعون فقط إلى تحسين حياتهم وظروفهم المعيشية. هم لا يفرون من حروب أو لا يلجؤون إلى المملكة المتحدة هربا من حروب. المملكة المتحدة غير مضطرة إلى إيوائهم، هذا ليس جزء من واجباتها الإنسانية. المملكة المتحدة مرغمة على إيوائهم في حال كانوا في حالة فرار من اضطهاد سياسي، وبالتالي يمكن العمل مع الحكومة الألبانية بهدف إعادة ترحيلهم إلى ألبانيا، ويتم استغلال بعض الأطفال والنساء من قبل عصابات الإتجار بالبشر، ويمكن أن نسمح للنساء والأطفال بالبقاء هنا. أما الرجال منهم فينبغي إعادتهم إلى ألبانيا فورا، وإذا ما تمكنت الحكومة من فعل ذلك فورا فأقله تظهر أنها قادرة على اتخاذ الإجراءات الفورية. ولكن هناك أيضا مهاجرين من دول أخرى، ومن الصعب بمكان التعامل مع حكومات أخرى حول العالم. للسادة والسيدات الأفاضل المشاهدين والمستمعين، أستاذ صباح، هناك فارق في التعامل القانوني حتى في التوصيف القانوني بين لفظة اللاجئ وبين لفظة المهاجر. لو سمحت حضرتك توضح لنا وتشرح لنا ما الفارق في التعامل القانوني من حيث الإعادة غير الطوعية للمهاجرين في مقابل اللاجئين. كل اللاجئين هم مهاجرين. المهاجر هو الشخص الذي ينتقل من بلد إلى بلد آخر. اللاجئ هو الشخص الذي ينتقل من بلد إلى آخر نتيجة لتعرض أو شعوره بأن حياته معرضة إلى خطر، يذهب إلى بلد آمن ملزم بموجب القانون الدولي وحتى بموجب القوانين الداخلية بإعطائه الحماية. هذا هو الفرق الرئيسي فيما يتعلق بهذا الأمر. بالنسبة للألبان، بالتأكيد هذا جزء من الإسراع بعملية البروسيسنج أو التعامل مع القادمين، هو إرجاع الرجال إلى ألبانيا بسرعة، وبالتالي تخفف الضغط على
مراكز التي يجري فيها إيواء هؤلاء الأشخاص. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا أستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا هنا في لندن، أشكر حضرتك وأشكر الأستاذ مايكل بينيان كبير محرري صحيفة التايمز البريطانية أيضا هنا في لندن، شكرا لكم. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا. السفارة السعودية في بيروت تنظم مؤتمرا للساسة اللبنانيين في الذكرى 33 لاتفاق الطائف. وفي مصر جماعات حقوقية تعرب عن تخوفها إزاء القيود التي قد تفرضها الحكومة على المشاركين في مؤتمر المناخ COP27. عندما تتلاحق الأحداث فإن تطبيق بي بي سي نيوز عربي يرافقك في كل خطوة ويقدم لك آخر الأخبار والتحليلات وكل ما تحتاج إليه من معلومات